نشرة رئيسة لأهم الأنباء، أهلا بكم. نبدأها بأهم ما فيها. أمام ملايين الدولارات ومصوغات ذهبية، النزاهة تكشف عن حصيلة معركة الأموال وبلاغات فساد المسؤولين. السوداني يواصل جولته في البصرة، اجتماعات مع حكومتها المحلية ومتابعة لأعمال مشاريع استراتيجية. عتاد التنظيم بيد القوات الأمنية، وعد الحق تصول على مضافات داعش في 3 محافظات. أهلا من جديد. البداية من ملف مكافحة الفساد، حيث قالت هيئة النزاهة الاتحادية إن مديرياتها وفرقها نظرت خلال العام الماضي في أكثر من 60,000 إخبار وقضية جزائية، وخلال استعراض إنجازات الهيئة للعام 2023 أشار رئيس الهيئة حيدر حنون إلى أن عدد المتهمين بلغ أكثر من 14,000، موضحا أن الهيئة أصدرت 55 أمر استقدام بحق 42 من الوزراء ومن هم بدرجتهم، بينما أضاف أن قرارات منع السفر خارج العراق بلغت أكثر من 200، 9 منها كانت بحق وزير ومن هم بدرجته. في غضون ذلك أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية استرداد مليارات الدنانير ومئات آلاف الدولارات ومصوغات ذهبية من مسؤولين حكوميين مدانين وموقوفين لدى السلطات الحكومية بقضايا تتعلق بالفساد المالي. استرداد المبلغ اللي بالدولار هو 1,630,300 دولار أمريكي، مسترد كجزء من الكسب غير المشروع وتضخم الأموال اللي يبلغ 7,525,000 أمريكي لدى المدان المحكوم بالحبس الشديد لمدة 4 سنوات وفق المادة 19 على 2 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30/2011 المعدل، وهو المدان رعد قاسم محمد علي الذي كان مدير الدائرة الاقتصادية في وزارة الكهرباء. طبعا المبلغ الثاني هو 1,834,165,000 دينار عراقي، مسترد حاليا من المتهم الموقوف حاليا في مكتبنا في ميسان على ذمة محكمة تحقيق قضايا النزاهة في ميسان، المتهم علاء شوحي أبو علي الساعدي. وفي الشأن السياسي، دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد خلال الاحتفال بمئوية تأسيس أول مجلس نيابي، دعا القوى السياسية والكتل البرلمانية إلى انتخاب رئيس جديد للبرلمان واستكمال استحداث المؤسسات التي نص عليها الدستور. إنجاح تجربتنا الديمقراطية يجب علينا كقيادات سياسية وأصحاب قرار استكمال استحداث المؤسسات التي نص عليها الدستور وفي مقدمتها مجلس الاتحاد. وبهذه المناسبة أدعو القوى السياسية ومجلسكم الموقر إلى الإسراع في انتخاب الرئيس الجديد لاستكمال وتشريع القوانين التي تصب في خدمة الوطن والمواطنين. منذ تعطيل انتخاب رئيس البرلمان لم تتوقف هزات التشريع والرقابة البرلمانية، لكن مباحثات الأغلبية السنية الجديدة خرجت بسالم العيساوي لقيادة دفة البيت التشريعي بناء على رغبات المكون. أعلى سلطة تشريعية رقابية في هرم مؤسسات الدولة تخصص جلسة لمناقشة دورها الرقابي، ربما هي ظاهرة صحية لمراجعة أداء البرلمان في واحدة من أهم خواصه، لكن مراقبين يقرؤون انعكاساتها ضعف في الشخصية المعنوية العضوية مجلس النواب
التي تعاني من هزات تشريعية رقابية منذ غياب صدى ضربات مطرقة الرئيس أصالة. مجلس النواب العراقي تحسس في ضعف الشخصية المعنوية للسلطة التشريعية، وأيضا هنالك ضعف في عملية التنظيم بعلاقة السلطة التشريعية مع المؤسسات الأخرى. أيضا ما حدث مؤخرا في عملية إصدار قرار قضائي لأحد نواب مجلس النواب العراقي ما شكل الخطر داخل السلطة التشريعية، أعتقد هو إعادة هيكلة لتفعيل الدور الرقابي. قد يبدو ارتفاع منسوب الحراك سياسيا لملء شاغر الرئيس دافعا للقضاء على حالة التشظي التي يعيشها المجلس، إضافة إلى معادلة كفة التوازن الذي كانت عليه قبل شغور المنصب. حراك ما زالت تطبخ مفاوضاته على نار هادئة في إصدار تذكرة وطنية لركوب قطار الأغلبية السنية بعد بناء سكة تتبنى رؤية واضحة للقرارات الاستراتيجية مستقبلا، والانطلاق بمرشح متفق عليه لقيادة البرلمان وتأسيس جبهة قرار سني تقوم على أساس رغبات مصالح المكون للشخوص. أنا أرى أنه السنة عندما يجتمعون وخاصة القيادات التي اجتمعت بالأمس برئاسة الشيخ الخنجر تركز على فكرة إحياء فكرة أن هنالك رؤية موحدة لدى السنة فيما يتعلق بقضايا السياسة العراقية، وليس فقط قضية رئيس البرلمان أو من يكون رئيس البرلمان. أخرج بموقف سني موحد برؤية سنية موحدة تجاه قضايا الحالة العراقية والدولة العراقية، ومن ضمن هذه الرؤى وهذه التصورات وهذه المواقف وهذه الرؤية الموحدة هو من يكون رئيس البرلمان. نحو 4 شهور مضت على شغور منصب رئيس السلطة التشريعية، فترة رغم انعقاد البرلمان خلالها، غير أن لجانه المعنية بتقديم التشريعات أشرت تأثير غياب الرئيس على حزمة قوانين تحتاج توافقية الأوزان السياسية التي ما تزال مفقودة مع خلو مقعد الرئيس. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد. أعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل أن 29 مرشحا مستقلا سجلت أسماؤهم بعد تسلمهم استمارة المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان. وقال مسؤول قسم الأحزاب والمرشحين في مكتب أربيل لمفوضية الانتخابات فرهاد أسعد إن 7 كيانات سياسية سحبت استمارة المشاركة، لكن حتى الآن لم يسجل أي حزب أو كيان سياسي. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد دعت الأحزاب السياسية الكردستانية في 3 من الشهر الجاري إلى تسجيل التحالفات السياسية خلال مدة أقصاها 9 أيام. أكد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أهمية النهضة الاقتصادية للبصرة، منوها بمشاريع ميناء الفاو وطريق التنمية التي باتت تحظى باهتمام إقليمي ودولي. واجتمع السوداني خلال زيارة رسمية يجريها إلى البصرة بالمحافظ ونائبيه ومجلس المحافظة، ولفت السوداني الانتباه إلى أن دعم الحكومة المحلية لرجال الأمن سيسهم في تعزيز الاستقرار الذي يمثل مؤشرا مهما لتشجيع المستثمرين، مبينا أن النهوض بواقع البصرة لا يقع على عاتق الحكومة المحلية فقط بل هو شأن اتحادي أيضا. وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من ممثلي الوزارات الاتحادية في قضاء المدينة شمالية محافظة البصرة لمتابعة مشكلات القضاء، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت 166 مليار دينار من خارج تخصيصات البصرة. وترأس السودان اجتماعا في القضاء ضم رؤساء ومديري التشكيلات والوحدات الإدارية لمناطق شمالي البصرة، وقد وجه بتنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار وإنشاء شوارع رئيسية.
كما تضمنت المشاريع التي ناقشها في اجتماعه إنشاء مدينة طبية تضم مستشفى بسعة تبلغ 100 سرير، ومركزا متطورا لعلاج الأمراض السرطانية، ومركز الثلاسيميا وأمراض الدم، ومركز غسيل الكلى، وإنشاء 3 مراكز صحية نموذجية للرعاية الأولية. هذا ووجه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بحسم موضوع مشروع تحلية مياه البحر في البصرة. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا خاصا بالمشروع بحضور ائتلاف مجموعة الشركتين المنفذتين ومحافظ البصرة ومستشاري رئيس الوزراء. وشدد السوداني على رفع محضر الاجتماع إلى الحكومة ليتسنى لمجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب بما يضمن تذليل العقبات وتسريع إنجاز المشروع الذي تبنته الحكومة وضمنته في البرنامج الحكومي والموازنة الاتحادية، بالإضافة إلى تحويله من وزارة الإعمار والإسكان إلى محافظة البصرة. يذكر أن مشروع تحلية مياه البحر من المقرر أن يعمل بطاقة تبلغ 1 مليون متر مكعب يوميا ويكفي لسد حاجة البصرة. أمنيا، أعلنت قيادة العمليات المشتركة انطلاق المرحلة الثالثة من عمليات وعد الحق في صلاح الدين وكركوك. وذكر بيان للقيادة أن العمليات الأمنية مستمرة حاليا في قطاعي عمليات ديالى وجزيرة وادي الثرثار في صلاح الدين، مؤكدة أن العمليات حققت نتائج مثمرة بتدمير أوكار ومضافات العدو وأسلحته ومعداته، بينما أشارت إلى أن تلك العمليات الواسعة تأتي وفق معلومات استخبارية دقيقة. في تلك الأثناء أفادت قيادة العمليات المشتركة بأن المقاتلات العراقية شنت ضربات جوية استهدفت بها عناصر تنظيم داعش في محافظة ديالى، أسفرت عن تدمير مفرزتين إرهابيتين ومقتل من فيها. وعلى صعيد آخر، ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن القوات الأمنية تمكنت من قتل 6 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي بضربات جوية ناجحة في وادي الثرثار، مشيرة إلى أن تلك الضربات تأتي ضمن المرحلة الثالثة من عمليات وعد الحق التي تهدف للقضاء على فلول التنظيم الإرهابي. بينما تتواصل أعمال نصب الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري، أثيرت أخيرا مخاوف من تحركات داعش في صحراء الرطبة تمثلت بخطف مدنيين وزرع عبوات ناسفة. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي. من جديد، داعش الإرهابي ينشط في صحراء الغربية ويخطف 3 أشخاص من أهالي الرطبة غرب الأنبار، أمر يثير مخاوف الأهالي من زعزعة أمن واستقرار المدن التي تنعم بهما. بعد الأمن والاستقرار اللي بدأت به تنعم مدن الأنبار بعد مرحلة خطرة عقبت حرب داعش، الوقت الحالي بدأت مجاميع داعش تنشط من جديد بصحراء الغربية. الأمر اللي ممكن ينعكس سلبا على المدن التالية، احنا نطالب من الجهات المعنية بتمشيط الصحراء وتكثيف العمليات العسكرية بالصحراء حتى نقدر نحافظ على المحافظة. خبراء عزوا عودة تحركات داعش في الصحراء لوجود ثغرات أمنية وعسكرية من القوات الماسكة للأرض، فضلا عن عدم تخصيص الحكومة مبالغ مالية لشراء بالونات مراقبة وكاميرات حرارية وطائرات مسيرة لكشف تحركات داعش، خصوصا في الأماكن البعيدة والوعرة من صحراء الأنبار التي يصعب تمشيطها. غالبا ما تنشط المجاميع الإرهابية عند وجود ثغرات، وهذه الثغرات تكون من قبل اليد الماسكة. يعني احنا اليوم كمجتمع انباري ينظر الى الحكومة ان تكون ماسكة للأرض من واقع حقيقي، نتطلع الى الدولة العراقية ان تضع استراتيجيات حقيقية لتوفير الأمان، منها البالونات للمراقبة الصحراء، منها الكاميرات الحرارية. ولم يكتفي داعش بالخطف والتعرض للنقاط الأمنية،
بل بدأ بوضع عبوات ناسفة في أماكن متفرقة من الصحراء، وهذا يشكل خطرا على حياة المدنيين، ما يلزم القضاء على المجامع الإرهابية بشكل كامل. من الأنبار إدريس يحيى، قناة الفلوجة. وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الأجهزة الأمنية باستخدام القوة في مكافحة النزاعات العشائرية، بينما كشف عن تنفيذ عمليات أمنية واسعة ضمن قضاء الإصلاح بمحافظة ذيقار، أسفرت عن القبض على 123 متهما بالنزاع العشائري الأخير. نفذت الوزارة عمليات أمنية واسعة في هذه المنطقة، أسفرت عن إلقاء القبض على 123 متهم، تم نقلهم ونقل التحقيق في هذه القضية إلى بغداد في المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وكذلك صادرنا عدد كبير من الأسلحة. العملية مستمرة في قضاء الإصلاح، و خلال الأيام القادمة راح توسع إلى مناطق أخرى لمصادرة السلاح الغير مرخص، وكذلك تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من القضاء بحق المطلوبين وفق كل الجرائم الجنائية. في سياق آخر، تحصد حوادث السير في العراق سنوياً آلاف الضحايا، لا سيما أنها تزايدت أخيراً في غربي البلاد، حيث يطالب الأهالي الجهات المعنية بوضع حد لمثل تلك الكوارث التي باتت تتكرر بشكل شبه يومي. لم تعد وحدها العمليات الإرهابية من تشكل خطرا على أرواح المواطنين، بل إن طوارئ مستشفيات العراق أصبحت تستقبل يوميا عشرات الضحايا بسبب حوادث السير التي ارتفعت معدلاتها في الربع الأول من هذا العام وبشكل لافت، لا سيما في محافظة الأنبار التي تقول فيها الكوادر الطبية بأن مستشفى الفلوجة وحده يسجل يوميا 5 ضحايا بسبب هذه الحوادث، وتصل إلى أكثر من 2000 حالة في عموم مدن الأنبار سنويا. لا تصل إلى مستشفى الفلوجة العديد من الحالات وأغلبها هي الحوادث. نحاول قد ما نقدر أنه نسيطر على الوضعية ويعني إسعاف المرضى بشكل صحيح، بس أغلب الحالات للأسف تصل متأخرة جدا يعني بسبب الحوادث. أغلب الحالات اللي تصلنا كمستشفى كطوارئ، إحنا كأطباء طوارئ، هي الحوادث، واللي لاحظنا أنه هي زايدت في الآونة الأخيرة، وأصبحت تضاهي الحالات المرضية الأخرى اللي تدخل إلى مستشفى الفلوجة التعليمي من حيث العدد. طبعاً إحنا كأطباء وكادر تمريضي نهر مسرعين دائماً لاستقبال هكذا حالات، لأن أغلب هذه الحالات طبعاً تصل، قلت لك مثل ما قلت لك، في حالات حرجة معرضة لكسور جسيمة. عدم الالتزام بقواعد السير وقلة الاهتمام بالطرق الحيوية لا سيما في مناطق غربي الأنبار يعد أحد أسباب تزايد الحوادث المرورية، فيما يؤكد مواطنون أن بعض سائقي المركبات غير مرخص لهم بالقيادة، وعلى الجهات المعنية وضع خطط ناجعة للحد من تكرار هذه الحوادث. كمواطن دا أشوف بالشارع اللي يجتاز من اليمنى، اللي يشوف مثل مطبات ما يخلي مواطن يعبر، بسياق التهور ضعف القانون أدى إلى بعض التهور من بقية الناس أو بقية العفو السواق المتهورين. فالحقيقة احنا نشد ايدنا ويا المرور بسبب السرعة الشديدة وتهور بعض السواق، وخاصة صغار السن الذين يقودون سياراتهم بشكل جنوني. هذا ويعد العراق من بين الدول التي تتزايد فيها حوادث الطرق اليومية، فيما شرعت دوائر المرور بوضع رادارات وكاميرات مراقبة على الطرق الخارجية للحد من تلك الحوادث. من الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة. كشفت مفوضية حقوق الإنسان في بابل عدم أهلية مراكز الاحتجاز في المحافظة، مبينة أن أغلبها تفتقر للبنى التحتية رغم أنها مكتظة بالمحكومين من الأحداث. مدير المفوضية أحمد العطار أوضح أن المراكز تفتقر لفتحات التهوية والمفرغات والأسرة،
لا سيما مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية، فهي مخالفة لحقوق الإنسان، مضيفا أن سجونا تابعة لوزارة العدل بحاجة إلى تأهيل بما يتلائم مع حقوق السجناء، تحديدا سجن الحلة الإصلاحي وسجن النساء في مركز المدينة، داعيا إلى افتتاح مراكز تأهيل جديدة في بابل والمحافظات عموما. بعد أن شهدت الأسواق المحلية في المثنى ارتفاعا ملحوظا بأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية قبيل شهر رمضان المبارك، خففت وزارة التجارة عن كهل المواطنين لا سيما أصحاب الدخل المحدود، وذلك من خلال دعمهم بسلة غذائية رمضانية متعددة الأصناف. تطبق الأزمة الاقتصادية قبضتها على العائلات في السماوات سيما محدود الدخل منهم قبيل شهر رمضان المبارك، إذ يعاني أغلب المواطنين من ارتفاع غير مسبوق في أسعار مختلف المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية، والتي تضعف قدرتهم الشرائية وسط دعوات لتفعيل الإجراءات الحكومية لمراقبة الأسواق والحد من جشع التجار خلال هذا الشهر الفضيل. هسه احنا ابناء الشعبان وراح نطبوا على رمضان، صعود عندك باللحمان رجال قصب لحمك ب 25,000، جاي يجيك من قاعه ب 20 ب 19,000، انت ايش تستفاد؟ وين كان كيلو ب 12 وهسه صار ب 25؟ الدجاج عندك صعد كيلو ب 6 وب 7، السمك كيلو ب 8 وب 9، اليوم كنا بالسوق ويجينا كل شيء صعد، بقول يا صاعده التمن صاعد ما تعرف شنو هي. طلب الحكومه المحليه خصوصا هي اقرب للحدث، نطالبها انه تكون على صله قريبه على الحدث، قريبه على الاسواق، ومحاسبه الجشعين منهم، كما وكذلك الدعم ضروري انه من الحكومه، يعني اسواق مركزيه تابعه للحكومه. وفي خضم هذه الأزمة الاقتصادية في المثنى قبيل الشهر الفضيل، شرعت وزارة التجارة بخطوات كثيرة، منها رفض المواطنين بسلة غذائية رمضانية فيها مختلف المواد الغذائية الضرورية دعما منها لهذه المحافظة التي يعيش أغلب سكانها تحت خط الفقر. طلقت هسه حاليا مواد السله الغذائيه مع سله رمضان، اللي هي الطحين، اللي الطحين للفرد الواحد لكل عائله، ومن ناحيه النشا والشعريه نص كيلو للعائله، ومن ناحيه كيلو، ومن ناحيه المعكروني نص كيلو. ومع زيادة الأسعار تزداد التبريرات من كل الجهات التي تلقي سبب ارتفاع الأسعار على الأخرى، فصاحب المحل يلوم التاجر والأخير يحمل الحكومة ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادتها ضريبة الاستيراد وارتفاع الدولار وغيرها من الأسباب التي لا تنتهي إلا بجعل المواطن هو الضحية. لقناة الفلوجة نجم الحميد، المثنى. بحجم وثقل الإهمال تنحني بنايات بغداد القديمة المطلة على نهر دجلة، النفايات تعكس مشهدا مشوها عن العاصمة. تفاصيل أوفى مع علي عبد الكريم. تتألق بغداد بين أشعات الشمس المتلألئة، لكنها تحتضر تحت ثقل الإهمال والتخلف. نهر دجلة يتمايل بحزن لتشوهه الأمر الذي يعكس صورة مؤلمة لماض عظيم، بنايات مهجورة كالشهود الصامتين على فقدان الماضي العظيم، والنفايات تتناثر كأنها نغمة واحدة من سيمفونية الخراب. لا زال الضفاف الأنهار والشوارع المطلة على نهر دجلة وقرب المنشآت السياحية والأبنية العراقية القديمة ذات الطابع الفلكلوري الشعبي لا زالت غير لا يوجد اهتمام لها لإعادة ترتيبها ولإعادة تنظيف هذه الأماكن، فلهذا على وزارة الثقافة والسياحة والإثار أن تلتفت لهذا الموضوع وأن تبذل جهدا لتطوير المقتربات الجسور وضفاف نهر دجلة. إهمال واضح، يعني أنت بصراحة أمانة بغداد ما عدت هذاك العمل القوي والاندفاع والجدية في العمل، لذلك يشوف حتى أذرع النهر في نفايات. تجلت المعالجات بألوانها المتلاشية وعشوائياتها القاتلة،
تخلف الألوان المتناثرة على وجه النهر مشهدا مروعا يشبه لوحة فنية مشوهة. الإهمال والتخلف يعكسان وجها مريرا لعاصمة تاريخية، بينما تبحث أعين الناس عن بقايا الأمل في هذا النهر ساكن. نفايات بأبوابها وأطرافها وحتى بداخلها، وحتى وضعها مزري أو يخوف، قسم منها أصلا مكسورة أقفالها، ممكن تحدث بها جرائم، تحدث بها أشكال، فلا لا الأمانة تشير لها، ولا أكو مسؤول يقول هاي يمتى نوصل لها وليش متروكة هالشكل. تصفيات المائية لازم مباشر يصفون الماءات، هذا تسوي قدرات وتسوي كورونا وغير الكورونا، وهذا موجودة حاليا، أمراض موجودة. وسط هذا الخراب يبقى الأمل مشعا كالنجمة الزاهرة في ليلة مظلمة. بغداد ما تزال تحمل في جوانبها قصص الصمود والبناء، وبين أنقاض الإهمال يختزن النهر أمل النهوض من جديد، فبناء قصة جديدة لهذه المدينة العريقة يشعل الأمل بالسير نحو مستقبل أفضل. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة. في أربيل وعلى غير العادة بدأ الكرد احتفالاتهم بأعياد نيروز مبكرا هذا العام، وقبل أسبوعين من حلوله، لكونه يتزامن مع شهر رمضان، وذلك احتراما لقدسية الشهر الفضيل. احتراما لقدسية شهر رمضان الفضيل، قررت المئات من العائلات الكردية إقامة احتفالاتها مبكرا بأعياد نوروز، والتي تأتي في 21 من آذار الجاري تزامنا مع الشهر الفضيل. احتفالات تعكس جمال تلك العادات والتقاليد في أهم حدث سنوي في عموم الإقليم. الأكراد يحبون هذا العيد، يعني يحتفلون به، يفرحون به، زين يعني الأكراد شلون تقول عندهم عيدين، عيد الله أكبر، عيد رمضان، عيد الإسلام، وعيد الأكراد، فيصير عيد النوروز. فأنا كردي وزوجتي عربية، إن شاء الله ماكو فرق بين العرب والأكراد إن شاء الله، فاحتفلنا اليوم والبارحة همينة صار احتفال هنا. على مود الشهر رمضان احنا طلع على السفرة، والحمد لله خوش سفرة، بس جو باردة اليوم جو باردة. يوم شو الأكل اللي جايبي وياكم؟ والله تكة محلاك. وفي كل عام تشهد أربيل إقامة كثير من المهرجانات والاحتفالات التي تقام على أنغام الموسيقى وإيقاع الدبكات الكردية الجميلة وبأزيان فلكلورية جذابة، فيما تستقبل آلاف السياح والوافدين. والله أجواء نوروز حلوة، والله يعني زين، يعني اليوم هي صدفة مطر صارت، بس بعد كم يوم لا يصير الجو أحلى وأحلى زين، وهاي تعرف أنت يعني الناس تتنفح عن نفسها وشوية تطلع، ويعني وهاي طبعا يعني راح يجي رمضان كلها تتقيد. جئنا إلى هذا المكان في منطقة كويا للاحتفال بأعياد نوروز. نوروز بالنسبة لنا عيد كبير، نقيم فيه احتفالاتنا وأفراحنا. ويعتبر عيد نوروز مناسبة وطنية رسمية، وفيه توقد شعلة نوروز كأهم حدث فيه، فيما أعلنت وزارة التربية الكردستانية تعطيل الدوام الرسمي ولمدة أسبوعين ابتداء من 11 أو لغاية 24 من آذار الجاري. رغم الأجواء الممطرة والباردة، إلا أن سكان مدينة أربيل خرجوا إلى أحضان الطبيعة للاحتفال بأعياد نوروز. هذه الاحتفالات تستمر لغاية مطلع شهر رمضان المبارك. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. أمام ملايين الدولارات ومصوغات ذهبية، النزاهة تكشف عن حصيلة معركة الأموال وبلاغات فساد المسؤولين. السوداني واصل جولته في البصرة، اجتماعات مع حكومتها المحلية ومتابعة لأعمال مشاريع استراتيجية. عتاد التنظيم بيد القوات الأمنية، وعد الحق تصول على مضافات داعش في 3 محافظات.
والمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بعافية.